يقول: من أولى الناس بإنزال الميت في قبره؟ وإذا كان الميت امرأة، فهل يجب أن يكون المنزل معها من محارمها؟ المرأة ينزلها في القبر أي رجل من المسلمين ولو لم يكن من محارمها، لا يشترط أن يكون من ينزلها من محارمها، بل أي رجل من المسلمين عنده معرفة وخبرة بوضع الميت في قبره فإنه ينزل المرأة في قبرها. نعم، والناس في ذلك سواء. الناس في ذلك سواء. نعم.